مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. وما زلنا بنتابع القضية اللي شغلت الرأي العام من شهور، وما زال الجدل فيها والكلام الكتير ما بين مؤيد ومعارض ومفاجآت بتظهر. 10 مليون جنيه النهاردة كانت جلسة التعويض بالمبلغ اللي قدمه السيد المستشار خالد عبد الرحمن المحامي الأصيل لنيرة أشرف. كلنا عارفين قضية الطالبة نيرة أشرف بنت المحلة الكبرى اللي قتلت على يد زميلها محمد عادل، وطبعا دي كانت أول قضية يتم الحكم فيها بسرعة كبيرة جدا بسبب تفاصيل القضية اللي كانت صعبة جدا، ورصدتها كاميرات المراقبة اللي موجودة قدام الجامعة المنصورة، تحديدا قدام بوابة توشكا، ورصدت ان محمد تتبع نيرة اشرف وبدأ ان هو يسدد لها 17 طعنة وذبح في الرقبة، انتهى بوفاة نيرة اشرف. طبعا تابعنا تصريحات او الاعترافات محمد عادل كانت امام النيابة على مرأى ومسمع الجميع، وبعدها تم الحكم على محمد عادل بالإعدام، وبعدها بدأوا ان هم المحامين او بعض الناس اللي كانت بتقول ان هي متعاطفة مع محمد عادل قدموا النقض، النقض اترفض، وفعلا تم هنعرف. سمعنا مؤخرا كمان ان تم تحويل محمد عادل من سجن جمصة الى سجن اسكندرية وبرج العرب تحديدا، وكل الحقائق دي اللي هيعرفها لنا هو المحامي خالد، المستشار خالد عبد الرحمن، اللي دايما بيقول لنا كل جديد. واهلا بيك يا سيادة المستشار. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بالمتابعين والجمال بتاعكم. محمد عادل هيطلع براءة، ايه الموضوع؟ يطلع برا؟ هو ماله، اما يطلع برا المشكلة ما يطلع برا. ده اللي سمعناه، ايه ايه اللي المشكلة؟ حصل؟ ايه المشكلة ما يطلع برا؟ هيطلع براءة بحكم قضائي؟ مش هيطلع براءة بحكم قضائي؟ احتراما لحكم القضاء، أنا لا تعقيب على حكم القضاء بالنسبة لي، طالما حكم محكمة تعظيم سلام بس. لكن يطلع براءة كلام من أشخاص لا يفقهون للقانون بشيء، لا. ده رد حضرتك على اللي ظهر مؤخرا ان محمد عادل ممكن يطلع براءة، وان هم اكتشفوا ان هو مريض. طيب قبل ما نخش او ندخل في حيثيات الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه، هل محمد عادل لو مريض نفسي هيعفي من الحكم من عقوبة الإعدام؟ هيتم إعفائه من عقوبة الإعدام؟ هينفذ على عقوبة الإعدام؟ يتنفذ عليه طبعا، حتى لو مريض نفسي؟ اه طبعا. طب المرض القديم هل ده صحيح ولا مجرد مماطلة في الإجراءات والست المستشفى؟ اولا الناس بدأت تحتار. اولا للواقع، ماليش دعوه بالناس وماليش دعوه بالاحتيال، اولا للواقع اللي احنا فيه حاليا حكم نهائي بات واجب النفاذ. كل الكلام في المهاترات امراض نفسيه وتعب وكلام ده كله كلام فارغ، مالوش اي دليل من القانون ولا اي سند من القانون، كله كلام فارغ. وكلام فارغ مش علشان يوقفوا تنفيذ الحكم ولا يأخروا تنفيذ الحكم ولا الكلام ده كله، كلام فارغ علشان غرض اغراض شخصيه بتاعتهم فقط لا غير، الريتش والشغل للناس فقط لا غير، ويفضلوا مستمرين وكل يوم يتكلموا في القضيه نهائي بس، هو ده دي القصه بتاعتهم. لكن اللي هم بيعملوا حاجه تنفع المتهم ليه؟ لان القانون حدد حاله واحده فقط، وهي التماس اعاده النظر اذا ظهر دليل جديد تثبت براءه المتهم، مش دليل ان المتهم مريض او المتهم مش عارف ماله او القصه ايه او الحكايه ايه، لا، لازم دليل مادي ملموس في ايدك تثبت ان المتهم بريء، تقدم طلب جهه واحده فقط هو معالي النائب العام، تقدم الطلب التماس اعاده نظر عشان ظهر دليل جديد لم يعرض أمام المحكمة الجنائية. لكن كل اللي بيحدث ذلك هي محاضرات شخصية ومصالح شخصية فقط لا غير، ملهاش دعوة بأهمية الولد ولا يقدروا ينقذوا الولد ولا حد يقدر ينقذ الولد. ليه يا فندم؟ ما ارتكبه محمد عادل شنيع، جريمة بشعة وكلنا شفناها ومصورة، اللي يكذب عينيه يكذب عينيه وهو حر.
اللي يرضاها على بنته وعلى ابنه هو حر، لكن ما ارتكبه كلنا شفناه. نيجي بقى نتكلم اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده في اول قضيه اللي هو المرض النفسي. هل محمد عادل كان مريضا نفسيا قبل واثناء وبعد؟ نفسر، لان هم ما حدش فسرها. حتى الدعوه اللي مرفوعه اللذيذه دمها خفيف قوي اللي هي بتاع القضاء الاداري المرفوعه لوين دورت جلستها 5/6 مالهاش دعوه بالطب النفسي خالص. حتى دعوه مرفوعة. ال10 مليون؟ لا اه دي دعوه دعوه وقف التنفيذ. وقف التنفيذ اللي مرفوعه من الاستاذ خالد البري. دعوه لذيذه دمها خفيف، واصلا دمه خفيف على فكره. هو يعني هو بيهزر حلو ومهرج حلو، لكن مالوش دعوه بالقانون في شيء. مش هو شخصيته، الدعوه دي مالهاش دعوه بالقانون في شيء. مش الاستاذ خالد. اذا مش معترف بالدعوه دي؟ نهائي. نهائي، القضاء الاداري مش مختص بالكلام ده كله، وهثبت لك ليها الوقت حالا. نيجي نشرح للناس بمفهوم ادق ان هذا المتهم كان مدرك بجميع حواسه. بجميع حواسه بما فيها النفسية الثابتة الواثقة المتأنية المستعدة لارتكاب الجريمة. فيما معناه؟ فيما معناه قبل الوقت. هو اللي اعترف، محدش قال، محدش عرف. اللي كان بيخطط له محدش يعرفه، حتى يمكن والدته ما تعرفش هو كان بيخطط ليه. هو اللي قال امام النيابه وقال امام المحكمه هو كان بيخطط ايه، وخطط واشترى السكين له قبل 21 يوم من الوقع. قبل، خلي بالك من التواريخ قوي، خلي بالك من التواريخ قوي، قبل 21 يوم من الوقع. هو اللي قال كده، يعني نقول في اواخر شهر 5/2020 اشترى السكين. في اواخر شهر 5/2022 اشترى السكين، استعد. ما طالما اشتريت اداه الجريمه بقى انت مستعد للجريمه، بتخطط بقى خلاص. تمام. 15 يوم 21 يوم. 21 يوم صح الكلام؟ طيب تمام. هل في الفتره دي كان هو ساكت عن نيره؟ يعني كان هو بيراقب نيره من على بعد وساكت لغايه ترتكب جريمته ولا لا؟ انا بقول لا. دليل على كده ايه؟ دليل على كده من داخل اوراق القضيه ذات نفسها. مستند مهم يمكن في بعض الناس تغاضوا عنه، اللي هم في اصل في برضه بعض ممكن محامين معاهم اوراق القضيه ما قراهاش كلها. لكن بهاء بيه وانا قراناه، وهي في الصفحة 266، الصحيفة 266 من الجناية، ده قضية نيار. شهادة إدارية من نيابة أول المحلة تفيد إن في محضر برقم 1953 لسنة 2022. تضرر أشرف أحمد عبد القادر والد نيرة من محمد عادل محمد المتهم، إنه سب وقصف وادعاء بالسب لنيرة. تم حفظ المحضر بتاريخ 4/6/2022، عشان كده بقول لك خلي بالك من التواريخ. 4/6 يعني قبل الواقعة ب 16 يوم. وهو معاه السكينة. وهو معاه السكينة ما زال بيتعدى وبيتعرض لنيرة. شخص زي ده نقدر نقول له هو مريض نفسي ومش مدرك وبيعمل ايه وكان تحت ضغط؟ لا، ده معاه اداه الجريمه وبيتعرض للبنت. بلاش. 4/6 دي كان اثناء الامتحانات، اللي مره واثنين وثلاثه واربعه معاها السكينه وراح الامتحانات بس ما قدرش ان هو يصفر بنيره. لكن في خامس مرة اختار اليوم في خامس مرة قدر يوصل. استناها
وكان الاول في الاربع ايام الاولانيين كان بيروح عند الجامعه علشان بيروح الامتحانات عشان يقابلها في الجامعه ويضربها، فما قدرش في المنصوره يعمل حاجه بقى يبقى فاهم الامتحانات، قال لك انا اتابعها من المحله وهي جاي، استناه عند الباص، ركب الباص خفية، تمام؟ كان حاول او فكر ان هو يرتكب جريمته داخل الباص، بس قالك الناس ممكن تشيل عنه وما يقدرش ان هو يدل. تفكير ترتيب، ده مريض نفسي استحال. نزل من الباص، نزل وراه قبل ما تخش وقت الجامعة، كان مخلص عليه. اذا حضرتك على يقين ان الدعوه دي هتترفض وهيتم تنفيذ حكم الاعدام على محمد قادر؟ الدعوه هتترفض، الدعوه في جلسه او جلستين بكتير يعني، هتروح المفاوضين، المفاوضين يكتبوا تقريرهم ورفض، مفيش فيها فصال، ما تقفش، هو مش مريض نفسي. بالاضافه الى يا استاذه، هم المرض ان هم المحامي اللي رافع الدعوه ما قالش ان هو مريض نفسي، قال ان هو بيعاني من مرض من وهو صغير جدا، مرض النيوكيميا المخ والاعصاب. ايوه، مرض النيوكيميا المخ والاعصاب اعراضه عصبيه، بمعنى ان عضلاته بتبقى ضعيفه وهاويه. هل اللي احنا شفناه هو بيطعن 18 طعنه وبيدبح وتك تك 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 واقف يستعرض قوته وهدد الناس بالسلاح، كانت عضلاته ضعيفه؟ هي دي اعراضه. اما تيجي تنقي، ابحث الاول عن الامراض النفسيه اللي تقدر اللي انت تقدر تمشي او تكيف معاها الكذبه. طب نعتبر ده ايه يا فندم؟ كذب يا فندم، كذب مش مماطله. طب عشان تزيد تعاطف الناس لهذا المجرم، وللاسف في ناس مغيبه بتتعاطف، ناس مغيبه بتتعاطف، ولو ابنهم اتعرض او بنتهم اتعرضت لمثل هذا الموقف ياكلوا قلبه، مش يعوزوا بقى ان هم اعدام بس، ده عايزين ياكلوا قلبه وقلبه وعيلته كمان. النهارده كانت جلسه ال 10 مليون جنيه. اه، اتاجلت للتعيين قيم على المتهم، لان طبعا السجين فاقد الاهليه. اه، ممكن توضح للمتابع يعني ايه تعيين قيم؟ المتهم او السجين فاقد الاهليه، لا يجوز له ان يباشر دعوه كمدعي او كمدعى عليه. تمام، فلازم يكون في قيم يقوم باعمال التصرفات ومنها امام المحكمه، ان هو يقدر قدام المحكمه يدافع عن نفسه ويقول ويقدم طلبات. تمام، فاسمها قيم. هيتم تعيين والدته يعني؟ اللي على حسب. هو رفض. مين؟ محمد عادل. محمد عادل قال هتعين مين؟ قيم رفض تعيين قيم. اه، دي برضه واحد يعني، هو اللي بيختار تعيين القيم. هو المفروض يختار القيم. تمام، رفض. فرفض. هل ده بقى مريض نفسي؟ لا، ده مدرك وبيعمل ايه كويس. تمام، فان شاء الله ان المحكمه هتعين قيم باذن الله. في حاله رفض المتهم هيبقى والدته بقى اللي بتعين. هتبقى والدته بقى. اه تمام، بعدها هيتم الجلسه الحكم ان شاء الله. الحكم بس القيم يجي ونصحح شكل الدعوه، بتخلي القيم في الدعوه وخلاص. المبلغ ده المحكمه هي اللي بتحدده يا فندم. انت بدات الدعوه ب 10 مليون والحكم والمحكمه وشأنها بقى وشأنها على حسب الاضرار اللي وقعت على طبعا اهل نيره اشرف، ولا على حسب الحاله الماديه بتاع عادل؟ لا لا، على حسب الاضرار. على حسب الاضرار، الاضرار الماديه والمعنويه. تمام، اتكلمنا عن ترحيل محمد عادل من سجن جمصه للسجن، قالوا ان دي مجرد ان هو المجرد دي اقاويل غير صحيح. لا 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 لا، صحيحه، وفي الغربانيات وبيستعد تأهيل تأهيله خلاص بقى. وانا بعتب على الدوله لان لغايه الان ما نفذتش. انا بعتب على الدوله لانها كل ما بتاخر تنفيذه كل ما بيحصل مهاترات من اللي احنا بنشوفها كل يوم. ده اسمه تشجيع، تشجيع على القتل. امبارح كانت هتحصل كارثه داخل الجامعه، داخل الجامعه مش خارج زي نيره بقى، ده داخل اسوار الجامعه، وطالب في كليه الاداب هيضرب زميله في كليه الهندسه بآلة حادة بسكين داخل اسوار الجامعه. فاحنا مستنيين ايه؟
ايه رد حضرتك يا فندم على ان لو تم حكم الاعدام، تنفيذ حكم الاعدام على محمد عادل، وده الاستاذ خالد البري هو اللي قال كده ان ده يعتبر يعني غير صحيح، وهيتم رفع دعوى على غير صحيح ايه؟ يعني لو اتنفذ الحكم غير صحيح؟ لان هو رفع دعوى ان هو الدعوى بتاعته ما توقفش تنفيذ، ما توقفش تنفيذ، ما توقفش تنفيذ. سواء ما تمش الرد عليها بالقبول او الرفض، ممكن قبل ما يتم القبول او الرفض عليها ممكن يتم تنفيذ حكم الاعدام. اه طبعا، ما الدعوى مالهاش دعوه بالوقوف تنفيذ. اكيد بيتم متابعه السجين يا فندم في السجون. اه طبعا. ايه هو بيتصرف ازاي؟ بيعمل ايه؟ اه طبعا. صح كده ولا لا؟ هو بقى له سنه محبوس. تمام. لو مريض نفسي كان المأمور كان ظهر ده. كان المأمور بعته يتعالج. مفيش كلام ده. راجل جاله اعلانين في دعوى التعويض، استلمهم طبعا، المأمور بيستلم عنهم بس هو طبعا بيسال، المأمور بيساله، جاله دعوى قيامه، رفض ان يعين قايم بالذات بالاسم، مدرك ليه رفض يا فندم؟ هم اغلبيه المساجين بيرفضوا، مش هو لوحده. اه هو عارف، يمكن معتقد ان رفضه ده فالقضيه مش هتكمل يعني الحكم. لا 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 لا، هو عارف ان هتكمل، بس هو اغلبيه المساجين مش هو لوحده، كل المساجين بيرفضوا يعني. بيرفض، حابب ان هو اللي يكون متواجد يعني؟ لا لا، بيرفض يعني، يقول لك لا اتعبوا انتوا شويه بقى. ممكن تعرفنا موقف الاستاذ اشرف؟ ربنا يا رب معاه وربنا يصبره هو وزوجته على فراق بنتهم طبعا، اللي كانت بطريقه صعبه جدا، صعبه اي ام تتحملها، بعد ما سمعت ان في ناس او اسره نيره كلها، مش والدها والدتها بس، ان في محامي او مجموعه محاميين تضامنوا لمحمد عادل ورفعوا دعوه بايقاف حكم الاعدام. عادي، وعلى فكره هم ما كلموني، قلت لهم يا جماعه كبروا دماغكم، ده مجرد شو فقط. يعني بداوا يقلقوا؟ كانوا لا 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 لا، مش قلق، مفيش قلق وانا معايا. لا قبل ما يكلموا حضرتك؟ لا لا، هو ما كانوش يا استاذ خالد، المعلومه دي صحيحه ولا معلومه؟ مفيش صوت. بص يا فندم، انا مطمن الناس ومطمنهم كويس قوي، مفيش اي حاجه تحصل، وخصوصا بعد اما انا طلعت وقلت لو جبتوا مين يكتب 50 نقط هيترفض كل النقود، والنقود كلها اترفضت للسبعه. الناس عندها ثقه فيا تامه ان اي كلمه انا بقولها بتتحقق. فما قلت لهم يا جماعه ده شو فقط لا غير، ماليش دعوه بالقانون، وده فعلا شو ماليش دعوه بالقانون. وفي ناس هتقول لي طب المحكمه قبلتها ازاي الدعوه مرفوعه؟ من حقهم كانوا يدفعوها طبيعي. دعوه مرفوعه عليها مصاريفها تترفع المحكمه وشأنها. لكن مش اي دليل تاني قدموه؟ برافو عليكي. طيب انا لما ارفع واقول ان ده مريض نفسي، طب ما فيش بتاع روشتة مذكره بيان ان هو كانت عدى على حد زمان او لا، يعني ملف سابق ان هو مريض، في اوراق؟ ما فيش اي اوراق من دي يا فندم، ولا اوراق كشف ولا ما هو بص يا فندم، انا هحضر الجلسه 5/6، ومن حقي ان انا اتدخل فيها مع جهه الاداره، ده حق قانوني. انا حضوري مش اللي انا خايف من الدعوه. تمام. الدعوه لا تعنيني بشيء. انا حضوري عشان لو قدموا ورقه شهاده مرضيه لهذا المتهم هطعن عليها بالتزوير لانها مزوره. وهدخل الطبيب اللي كاتب اللي كاتب الشهاده، وهدخل المقدم الشهاده في جناية التزوير في اوراق رسميه مقدمه الى هيئه قضائيه. حضرتك يعني بترد ان لو ظهر اي اوراق حضرتك هتشكك في مصداقيتها؟ طبعا، وان دي ورقه تكون اوراق مزوره. ما هو لو في كان قدمهم من البدايه في امام محكمه المنصور. ده احنا قلناه، ليه والده محمد عادل لما ابنها مريض وشايفه ان هو داخل الهلاك والحكم الاعلام، ليه ما قالتش ان ابني مريض من البدايه؟ او كان مريض وهو صغير وكنت بوديه عند دكاتره؟ ليه النقطه دي ما اتذكرتش غير دلوقتي؟ هو كده، انا هحضر الجلسه، قدمهم جنت على نفسها ما بهرجش، وهم عارفين كويس ان انا ما بهرجش، دم نيره انا ما بهرجش فيه، نيره انا ما عنديش بنات، انا اعتبرتها بنتي، انا اعتبرتها بنتي وهاخد حق بنتي الى النهايه، دم نيره انا ما بهرجش فيه، التهريج بتاعهم ما يمشيش معايا، قدموا ورقه مزوره قسما بالله، وانا ما بقسم ما برجعش قسمان او حلفان، هم اللي قدم
واللي وقع على الشهادة إلى محكمة الجنايات. حابب تضيف أي حاجة تانية يا فندم؟ شكرا. ممكن أقول كلمة نصيحة للناس مش في قضيتنا يا رب، بس لا ترقصوا على دم قتيل، لا ترقصوا على دم قتيل، لا، الدم غالي والدم يوضع في العنق، فما ترقصوش على الدم. احنا بنشكرك جدا سيادة المستشار خالد عبد الرحمن على توضيح بعض النقاط. متابعينا الكرام، كنا معاكم في مكتب سيادة المستشار خالد عبد الرحمن في توضيح حقائق اللي جدت في القضية اللي شغلت الرأي العام. طبعا قضية نيرة أشرف شغلت الرأي العام من أول يوم، ولكن ما زالت يوميا بنسمع عن مفاجآت وأخبار وأقاويل، منها الصحيحة ومنها غير صحيحة، وأخرها رفع دعوة بإيقاف حكم تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل. وكان لنا لقاء مع سيادة المستشار وضح لنا الحقيقة كاملة، ووضح لنا ان هو اكد فعلا ان تم ترحيل محمد عادل من سجن جمصة لسجن برج العرب لتمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام، لكن مفيش حد بيعرف قبلها بايام تنفيذ حكم الاعدام امتى. ده بتعرف في نفس اليوم يا سيادة المستشار، صح كده؟ اهليته اللي بيعرفه، محامي بيعرف بيروح العلم، المحامي محمد عادل بيروح له. الاهلية بتعرف المحامي، لو المحامي رغب ان هو يروح بيقدم طلب انه تعرفوني بيحضر حكم الاعدام، القانون يديله حق بس يقدم طلب وقت التنفيذ، يقدم طلب للنيابة. يعني ثواني عشان دي نقطة مهمة، لو المحامي محامي محمد عادل الاهلية بيعرفوا قبلها ب 24 ساعة، يروح يودعوا ابنهم ويسلموا عليه، يسلموا عليه وياخدوا جثمانه بتاعه، يسلموا جثمانه ومراجعه. تمام. المحامي الخاص بيه لو قدم طلب وتوافق عليه من حقه يقف وقت تنفيذ حكم الاعدام في اللحظات الاخيره؟ القانون يديله ذلك، القانون يديله ذلك. مفيش ولا مره شفت محمد عادل من بعد القضيه دي، من بعد ما اتحول وصلك ان هو؟ طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، انا كنت حاضر الجلسات المحاكمه، انا ما شفتش محمد عادل، انا ما بصيتش للقفص لمحمد عادل. تخيلي انت ليه مش حابب تشوفه؟ مش حابب اشوف انا محمد عادل، في نظري شيطان الرجيم، في نظري انا شيطان الرجيم، ما كنتش عايز اشوفه. ولغايه الان يمكن في اوقات صغيره جدا اللي انا اذكر اسمه فقط لا غير. من حقك تحضر تنفيذ حكم الاعدام، مش من حقك. هو قانونا جوازية وسابها لمعالي النائب العام، لو اعطل التصريح احضر. حابب تحضر تنفيذ؟ ما انا قدمت طلب. ووالده نيره اشرف؟ لا، ما قدمتش طلب. انا اللي قدمت الطلب بصفتي وكيل عن الورثه. يعني حضرتك فعلا قدمت طلب؟ قدمت طلب لمعالي النائب العام تحضر تنفيذ حكم الاعدام. طب ممكن نعرف السبب؟ لا، مش شمات، مش شمات. وانا بقول كذا مره يا جماعه، اللي انا بعمله في قضيه نيره، هي بنتي تمام، بس نيره رمز لكل بنت مصريه وعربيه، فاللي انا بعمله لنيره عشان خاطر كل بنت مصريه وعربيه ما تكررش في اللي حصل لنيره يحصل لاي بنت منهم. والناس يعني، انا في واقعه كان في شهر 11/2022 دي في اليمن. الواقعة دي عبارة عن اغتصاب طفلة 14 سنة اسمها مها وقتلها في شهر 11. تم تنفيذ حكم الإعدام على القاتل في شهر واحد، بعدها بشهرين محاكمة وطعن وتنفيذ، والتنفيذ في ميدان عام، والناس مئات وآلاف شايفين التنفيذ في خلال شهرين. وفي اليمن احنا عارفين ان حكومة مؤقتة. المحامي بالمناسبة، محامي محمد عادل قال ان تصوير حكم الاعدام ده يخالف القانون، مخالف، وان الرئيس السابق محمد حسني مبارك خالف القانون. اولا القانون ما نصش في المنع وفي الموافقه، القانون ما نصش على حاجه زي كده، لكن القانون
طرقها لرئيس الجمهوريه هو وشأنه يدي امر ما بديش قرار والامر خلاص كده يدي الامر لان القرار ممكن يطعن عليه تمام يدي امر نامر نحن عبد الفتاح السيسي باذاعه تنفيذ حكم الاعدام على فلان الفلاني امر طيب الرئيس حسني مبارك في سنه 98 خالف القانون يعني مع كده ان يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي خالف القانون في اذاعه اعدام هشام العشماوي ما كان مذيع وفهد السيسي ما بقول لحضرتك الناس مغيبه بس السؤال الاخير يا فندم لو حضرت تنفيذ حكم الاعدام على محمد عادل واتيحت لك الفرصه ان انت تقول له كلمه لا ممنوع ان انا اتكلم ممنوع زي انا ما كنت بباشر حابب توجهه زي ما انا كنت بباشر في محكمه النقض داخل القاعه من غير ما اتكلم ممنوع ممنوع ولنفرض اتيحت لك الفرصه ممنوع مش حابب ان انت تقول له اي كلمه مش حابب ان انا اتكلم خلاص انت بذلت مجهودك في القضيه وقدرت ترجع حق ناير اشرف ولسه فده كافي لارضائك ولسه لسه ايه؟ لسه في مفاجآت تاني؟ اه طبعا لسه دي تعتبر اطول قضيه احنا اشتغلنا فيها يا سياده المستشار لسه انا قلت انا وعدت روح نيره ان انا سمعت ان الاستاذ خالد بيتريق عليا وبيقول انت حلمت بنيره وهو حلم مش عارف بمين وصلت لي المعلومه ديت مش عارف من احد الاعلاميين يعني او الصحفيين انا بحلم بنيره بتبقى رؤيه او حلم لكن هو لو حلم محمد عادل يبقى كابوس يبقى كابوس الناس ديت مش عارفه ان اللي زي محمد عادل ده سابقا كان اسمه ايه؟ اسمه المنبوذ مش المتهم ولا المجرم اسمه المنبوذ في جريمته دي اسمه المنبوذ الناس ديت مش مدركه للاسف عندهم الادراك مختفي انت عارف هيدركوا امتى؟ اما يحدث لهم مثل ما حدث لاهليه نيار بشكرك سيادة المستشار جدا تعبناك معانا ويعني متابعينا الكرام كنا معاكم من مكتب سيادة المستشار خالد عبد الرحمن وضح كل الأسئلة اللي بتدور في أذهانكم كل علامات الاستفهام كل جديد في القضية متابعين معاكم لحظة بلحظة وكل كلمة بيتم نشرها على تخص في قضية نيرة أشرف بنكون لنا لقاء مع سيادة المستشار هو اللي بيوضح لنا الحقائق الكاملة وزي ما حضراتكم متابعين معانا وطبعا زي ما حضراتكم بتسألوا كتير هو محمد عادل لسه ما تعدمش محمد عادل فعلا اترحل من سجن جمصة لسجن برج العرب في الاسكندرية تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام تنفيذ حكم الاعدام امتى والساعة كام ده محدش بيعرفه غير اسرته قبلها بيوم والمحامي لو قدم طلب الخاص بيه وطلبه اتوافق عليه بشكركم متابعين الكرام بشكركم على حسن متابعة المشاهدة بشكركم وإلى اللقاء